يا صباح الإشراق والأعياد وصحة وسلامة وعيد كريم، ربنا يعطي سلامه لقلوب المجروحين ويمنح غفرانه للمحتاجين ونصرته للمظلومين ويضلل على أهل مصر بالبركة أجمعين. كل عيد وكلنا طيبين. عيد الميلاد المجيد مناسبة بتجدد الأمل وتملأ أرواحنا بنور البداية والبركة والسلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. صلاتنا كلنا في هذه المناسبة يحفظ مصر بالأمان والسلامة والخير يا رب. كل عيد ومصر وأهلها بخير وكل العالم بخير يا رب. يمكن الأيام اللي فاتت في أحداث كتيرة جدا جدا، آخرها كان رحيل وديع جورج وسوف. الحقيقة رحيل ابن الفنان الكبير جورج وسوف كان خبر صعب جدا على ناس كتير بتحب جورج وسوف، وكان فعلا خبر على قد ما هو حزين ومفاجئ شغل حيز كبير من تعليقات المشاهير والناس خلال الساعات اللي فاتت. كلنا عارفين أو اللي بيحبوا جورج وسوف عارفين حبه لابنه وديع قد إيه حب استثنائي، حتى أنه كان مسميه على تليفونه القديس الطيب. حبه ليه كان حب يصل للتقديس، وبيقول عنه دمعة عينه وأنه الحنان اللي في حياته. وديع شاب كبر مع جيل المحبين لفن جورج من الشباب، ومن وقتها أصبح أبو وديع. الارتباط ده خلى علاقة أبو وديع مع الجمهور علاقة أساسها الحب، حب الناس لجورج وحب جورج الوديع، وبالتالي الناس حبت ابن جورج وسوف وديع من حب جورج وسوف ليه، فبقى الحب تلقائي. وزي ما كتب مروان خوري: من ساعات لا عزاء يقال في رحيل الشباب. جورج وسوف كان استثنائي في كل شيء حتى في الفاجعة. الصبر ثم الصبر لأبو وديع وللأم والعائلة. كان جورج يبقى أو كان إحنا شفناه بيغني من أيام في حفلة في السعودية، حفلة رأس السنة، والناس كلها كانت سعيدة بحضوره، لكن هو كان متألم لمرض ابنه. والمشهد ده كان بيختصر حياة الفن، إن الفن مانح للسعادة والجمال حتى لو كان العطاء ده مصدره الألم. رحل وديع أثر مضاعفات بعد إجراءه عملية تكميم المعدة اللي أصبحت شائعة مؤخرا، والبعض بيعتبرها الحل السحري للوزن المثالي. وبعد الفشل وبعد الكفاح في دايت كتير هم بيوصلوا لهذه النتيجة، بيبقوا عايزين وزن مثالي ومظهر مرغوب فيه. احنا عايزين نعرف القصة دي بتحصل ازاي وبتحصل امتى وتفاصيل كتير عن عملية تكميم المعدة. فمعانا أستاذ من الكبار ومن القامات الكبيرة في مصر وفي القصر العيني، أستاذ دكتور أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة أستاذ دكتور فهيم بسيوني. بنمسي على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك وكل سنة وإخواتنا الأقباط ومصر كلها طيبة. كل سنة ومصر كلها بخير يا رب إن شاء الله. إمتى يا دكتور بتكون عملية تكميم المعدة هي الاختيار الصحيح، وإمتى بتكون الاختيار الغلط؟ هو طبعا حضرتك ليها معايير كانت معروفة وتم تعديلها مؤخرا شوية، يشمل المعايير دي سن العيان ووزنه وقد إيه بقاله في السمنة وحاول محاولات إنه يخس ولا لأ، عنده مشكلة مسببة للسمنة ولا لأ، عنده مشكلة نفسية يعني تعيق إنه يتقبل ويتماشى مع العملية ولا لأ، وبعدين يكون متفهم أنها عملية زي أي عملية لها يعني نسبة من المضاعفات ولها أيضا نسبة من الوفيات. فإذا انطبقت هذه المعايير يبقى العملية دي مظبوطة. هو الحقيقة بقى احنا في يعني بنتكلم ده دي عملية السمنة الصفعة عامة، لكن عملية التكميم وجه خاص بنقول انها انسب ما لم يكن المريض بيحب الحلويات زيادة عن اللزوم ما يقدرش يسيطر عليها، ما لم يكن المريض عنده نسبة ارتجاع عالية بحيث انها تبقى مسببة له مشكلة او يورينا المنظر علامات معينة، أو يكون عنده سكر شديد جدا جدا ومش عايز يعني ينتظم مع العلاجات،
في الحالة دي احنا بنفضل تحويل المصاري. العمليات المتعارفة او الشائعة والمقبولة والمتعارف عليها عالميا والموافق عليها عالميا هي عملية التكميم، عملية تحويل المسار الكلاسيكي وليس المصغر، وبعض عمليات الأخرى زي عملية التحويل الـ 12، نوعين من تحويل الـ 12، والحزام موافق عليه بس في بشروط معينة يعني. طب دكتور فهيم، من امبارح بعد وفاة وديع جورج وسوف والناس بتتكلم على أن أو بتسأل هل هي دي عملية خطرة بالأساس؟ يعني حضرتك بعد ما جمعت معلومات بسيطة عن اللي حصل لوديع، حضرتك شايف المشكلة حصلت فين أو ليه حصلت الوفاة؟ بص، أولا يجب أن نتفهم أنه عملية السمنة أو عمليات السمنة بصفة عامة فيها نسبة عالمية للوفاة تقريبا 1 في 1000. والواحد في الألف دول هيشمل الانواع الخطره من زي تحويل الـ 12، يعني نسبه الخطوره فيها عاليه، هيشمل ايضا العيانين اللي عندهم مشاكل في القلب او التنفس او حاجه بيحصل لهم مضاعفات او يعني بنسبه اكبر بعد العمليه، لكن في نسبه وفاه لا ما نقدرش نتلافاها. طبعا لما يبقى شاب صغير طبيعي كل اجهزته سليمه النسبه دي مش هتبقى 1 في 1000، هتبقى 1 ممكن على 10,000، لكن هذه النسبة موجودة ويعني ما حدش يقدر يقول إنها مش موجودة. نيجي نقول طيب أسباب الوفاة، زي ما فهمت من الملابسات إن الوفاة حصلت بعد أسبوع وحصلت بعد نزيف أو يعني بسبب النزيف. هنقول أولا النزيف في الجراحة له 3 أنواع، في نزيف أثناء الجراحة ده بنسميه أولي، ونزيف يعني في الـ 24 ساعة اللي تالي الجراحة، وغالبا في حالات التكميم هيبقى سببها ارتفاع ضغط المريض، يعني لأنه أصلا في عيانين بتبقى عندهم ضغط، إذا لما كانش الضغط مظبوط قبل العملية ففي الحالة دي والعيان بيفوق الضغط بيرتفع مرة واحدة ممكن يحصل نزيف، أو في حالة زي كده مثلا ممكن يبقى فيه إصابة للطحال مثلا، يعني الطحال جنب المعدة فممكن او يحصل اصابه او اصابه اي حاجه او كبد حتى يعني، او يكون من نفس مكان التدبيس في المعده. ده نوع ثاني من النزيف اللي هو خلال 24 ساعه. في نوع ثالث بقى من النزيف ده بيحصل نتيجه تلوث او يعني التهاب انفكشن يعني، وده بيحصل من 4 إلى 7 أو إلى 10 أيام. يعني احنا هنا الحاله دي فيها اسبوع يعني المشكله حصلت ابتدت عند اسبوع ولا ابتدت من بعد يومين واستنينا على نفسنا شويه لغايه لما المشكله تفاقمت ووصلنا الى مرحله ان الشوك او الصدمه غير قابله للعلاج. يعني هو دايما بنقول ان المضاعفات وارده وموجوده وبتحصل مع اي حد في العالم. طب ما فيش احتياطات نعملها؟ أيوة، هقول لحضرتك الاحتياطات. هو القضية أنه لو حصل هذه المضاعفة لها وقت اكتشاف مبكر وتعامل بشكل مظبوط في التوقيت وفي الطبيعة. إذا حصل كده غالبا العيان ده نقدر يعني ننفع. طيب ممكن بقى أن أنا أمنع النزيف إزاي أو أمنع احتمال النزيف إزاي؟ نمرة 1، العيان اللي عنده ضغط عالي ده لازم يتظبط وما يخشش العمليات إلا ضغطه مظبوط تماما. وبعدين أثناء الجراحة طبعا الجراح لازم يبقى حريص جدا انه ما يعورش حاجه مش مطلوبه، زي مثلا جزء من الطحال. يعني لو الطحال جزء منه اتقشر حته قشره كده ممكن بعد العمليه يفضل ينزل شويه شويه زي ما تكون حنفيه بتنقط لغايه لما يومين كده نلاقي العيان فجاه، خاصه بقى لو مش منتبه. ويعني وقصه ان العيان خرج من العمليه تقول العمليه نجحت هذا غير صحيح. العمليه نجحت يعني ايه؟ الدفاع من البنك ده هم نقلوا له دم، هل نقل الدم ده كان مؤشر لشيء ما خطر او طبعاً خطأ؟ طبعا هو كون ان عيان يتنقل له دم بعد عمليه تكميم اللي هو المفروض ان فقدان الدم فيها قليل جدا جدا جدا، ده معناه انه حصل نزيف. النزيف ده في الاغلب انه حصل في الاول يعني. وبعدين انا عايز اقول بس انه في بعض الفحوصات اللي بتتعمل تقول العيان ده قابل للنزيف ولا لا، او اذا كان تجلطه مش كويس فلازم، زي عيانين مثلا تليف الكبد الناتج عن
بنقول دهون الكبد، يعني دهون الكبد بتوصل في بعض المراحل الى التليف، والتليف ده بيأثر على وظيفة الكبد اللي هو المفروض انه يصنع المواد اللي بتعمل التجلط. ففي الحالة دي ممكن العيان ينزف، ممكن العيان يبقى عنده اسباب كتير جدا للنزيف، وده لازم يدرس قبل العملية. العيان ما بيخشش كده، لازم يتفحص، ومفيش حاجة اسمها عيان يجي النهاردة يعمل عملية بكرة، ده لازم ياخد فترة وحقه تماما من الدراسة. طيب اثناء العملية بقى، طبعا الحرص الشديد، التدريب طبعا لازم الواحد يبقى مدرب كويس قوي، يعني ما يخشش هو ما بيعرفش او شافها على اليوتيوب يخش يعملها، بيحصل كده. وبعدين بقى النزيف اللي بيحصل من مكان او من مكان التدبيس، وده اكثر شيوعا، ممكن بعض المواد بتتحط على الخط بتاع التدبيسه تقلل فرص النزيف، او في ناس بتاخد غرز او خياطه فوق المنطقه دي، بالاضافه الى استعمال الدباسه او الدبوس المناسب لكل حاجه، يعني كل منطقه في المعده لها الدبوس المناسب، وكل معده طبيعتها يعني قدامنا نقدر نقول ايوه الدبوس ده هو الانسب. طب يعني انا اقدر الخص من الحاجات اللي فهمتها من حضرتك النصايح اللي اي حد يدخل يعمل بيها عمليه تكميم عشان ما يحصلوش اللي حصل لوديع جورج وسوف، ان هو في التكميم ما يكونش ليه في الحلويات، ان هو يعمل تحاليل على حاجات مهمه كتيره جدا، انه يبقى ضغطه يبقى متظبط. ايه تاني سريعا النقط اللي حضرتك كانها روشتة او بروتوكول؟ يعني ما قبل العملية الناس بالذات الرجالة وكبار السن بيبقى ضغطهم مرتفع، واحيانا لما بيخش ودكتور البنج يلاقي ان ضغطه عالي ما بيقولوش مش هعمل لك العملية، بيخش يوطيه اثناء العملية، يوطي الضغط ويتظبط، لكن اول ما بيفوق بيرجع للضغط الاصلي بتاعه. في الحالة دي ممكن يحصل نزيف، اي حزقة، اي كحة مش مطلوبة، أو أي إفاقة من التخدير. إحنا على كل حال ده موضوع كبير ومهم ومحتاجين نناقشه بشكل موسع وبشكل تفصيلي، وإن شاء الله حضرتك تنورنا وتكون معانا. بنشكرك جدا جدا على الإيضاح وعلى الوقت اللي استقطعناه من وقت حضرتك. شكرا. ربنا يخليك دكتور فهيم. ربنا يخليك، أنا متشرف وطبعا سعيد دايما إن يعني حضرتك يعني عالم من أعلام الإعلام. وفي يوم يعني عيد لمصر او لاخواتنا الاقباط، ويعني البقاء لله يعني شيء يعني طبعا هو زي ما حضرتك كنت بتقولي كده، جورج وسوف ده شخصيه، فنان محبوب من سوريا او من الشام او مننا عندنا، يعني فنان عربي يعني، مش فالبقاء لله يعني. الف رحمه ونور والبقاء لله. كل الشكر دكتور فهيم بسيوني. الحاجة المهمة كمان جدا اللي الناس تداولتها في بورصة الكلام وبورصة الحوارات والاستنتاجات والتوقعات والمعلومات، سواء كانت معلومات دقيقة أو معلومات غير دقيقة، هي الحالة الاقتصادية، وخاصة بعد طرح شهادات في البنك الأهلي وبنك مصر بفايدة 25% لو الفايدة سنوية، و 22.5% لو الفايدة شهرية. تفاصيل كتير جدا الناس حابة تسمعها، حابة تعرفها، حابة تسمع نصائح اقتصادية، حابة تفهم وتعرف حاجات عشان ما يبقاش حاجة كده لا موقع لها من الإعراب أو حاجة غير دقيقة ونتداولها. عشان كده بيسعدنا ان احنا يكون معانا نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أستاذ يحيى أبو الفتوح. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. ازي حضرتك؟ في جدل كبير على فكرة الشهادات، وخاصة لو الناس عاملة شهادة ومش عارفة تكسرها أو مفيش وقت، أو عاملاها بريت عالي أو بفايدة عالية اللي هي 18% أو الناس برضو رغم أنها سمعت كلام بعضه دقيق وبعضه غير دقيق، لكن هي ما زالت في حاجة إلى المعرفة. الموضوع مش محتاج جدال ولا أي حاجة، موضوع ببساطة إن في شهادة جديدة طرحت بسعر 25% لو بصرف العائد سنوي، أو 22.5% لو بصرف العائد شهري، ودي متاحة لأي حد عنده أموال عايز يستثمرها، عنده عملات عايز يتنازل عنها ويقدر يحطها في هذه الشهادة المجزية.
العائد، لان اول مره بهذا السعر تطرح يعني. فبالتالي من عنده فلوس يقدر يودعها لمده عام في هذه الشهاده فاهلا وسهلا. بالنسبه لموضوع كسر الشهاده، يعني طبعا هو غير مسموح، اللي عنده شهادات ولم يمر عليها 6 اشهر ما بيبقاش مسموح له انه يكسر فيها، ان دي وفقا للتعاقد اللي بينه وبين البنك ممنوع انه حد يكسر شهادات قبل 6 شهور. بعد 6 شهور لازم بس يحسبها، لو مر عليها فتره طويله مثلا وقربت تستحق الشهاده السابقه القديمه الموجوده عنده، فهنا بتبقى يعني ما بينصحش انه يكسرها لانه بيبقى فيها خساره كبيره. لكن عامه هو بيقدر، كل واحد يقدر يحسب لنفسه من خلال حتى النظام الموجود على الكمبيوتر او على النت، سواء النت او الموبايل، او يقدر يروح للفرع اللي بيتعامل معاه ويقدر يحسب اذا كان قد ايه المبلغ اللي لو في حاله الكسر ما هي الخساره اللي قد يتحملها عشان يقدر يحقق الفائده الجديده. احنا الناس الاول ممتنه جدا لبنك الاهلي وبنك مصر ان هم فتحوا في ايام الاجازات علشان يبقى في تعامل والناس تروح وما يبقاش في زحام، فاحنا بنشكركم على الخطوه دي. لكن الاسئله كتيره جدا، منها ان ازاي الشهادات دي هتساعد في السيطره مثلا على التلاعب في سعر الدولار في السوق السوداء. بالفعل انا طبعا بشكر الزملاء في البنك الاهلي وبنك مصر ان هم نزلوا حتى في اثناء الاجازات عشان يقدموا الخدمه للمواطنين بصرف النظر عن ان في اجازه او لا، وكان على حجم الزحام طبعا حضرتك شفتوه في الفروع في اليومين دول، لكن الحمد لله دي رسالتهم اللي بيأدوها وهم راضيين تماما. بنشكرهم انهم مستقطعين اجازتهم، فعلا كل الامتنان كل الشكر لكل الناس اللي نزلت في ايام الاجازه. اتفضل. اشكر حضرتك يا فندم. بالنسبه لل طبعا هي دي احدى ادوات السياسه النقديه، ومن حق البنك المركزي والبنوك التجاريه الكبيره زي الاهلي ومصر ان هم يقرروا ما هو الاصلح لاداره السياسه النقديه وتقليل الضغط على الدولار، لان هي بقت مضاربه اكتر منها احتياج. يعني اللي بيروح يشتري دولار ده مش محتاج، قد يكون هو بيشتري للدولار لان هو لو هو محتاج دولار عشان مثلا التعليم بره او عشان الصحه او مستشفى او كده، احنا بالفعل بندبرها له من خلال البنوك بتاعتنا. لكن اللي بيروح ينزل عشان يتعامل مع اسواق اخرى لاحتياجات لمجرد ان هو يكتنز، يعني اعتقد انه حتى لو عمل كده خلال الفتره اللي فاتت ما بقتش بعد وصول سعر مناسب في البنك في البنوك لاسعار العمله، ونفس الوقت لو باع بهذا السعر المناسب للبنوك وقدر يحطها في شهاده ال 25%، اعتقد هو مستفيد بكل المقاييس يعني. وده اللي احنا شفناه في اليومين اللي فاتوا من خلال حجم الناس اللي ابتدت تتنازل عن العمله، الحمد لله اعتقد ان هي هتزيد كمان خلال الفترات القادمه. بس يعني ده هيساعد ان الدولار مش هيبقى في السوق السوداء بسعر وفي البنك بسعر؟ اكيد اكيد، ده جزء من خطوات بتتم ان شاء الله هيساعد بشكل كبير لغايه ما يحصل استقرار. طبعا كانت اسباب عديده ادت الى هذه المشكله، لكن ان شاء الله انها تكون في طريقها، نامل انها تكون في طريقها الى الحل. هي بتبقى خطوه ورا خطوه، وان شاء الله الخطوات هتنفذ تباعا يعني ان شاء الله، بحيث ان يرجع استقرار تاني وما نلاقيش حاجه اسمها السوق السوداء زي ما كان من قبل يعني. طب يا رب ان شاء الله. لكن هو في اولويات في البنك المركزي وبالتالي في كل البنوك، ان انا بيبقى عندي الصحه مثلا، الحاجات الغذائيه، يعني في اولويات، وبعد كده مثلا بتيجي الصناعه وحاجات تانية. هل الفايده اللي حصلت على الشهادات وان المتوقع انها تهدي فكره الدولار سوق سودا ودولار البنك ان ما يبقاش فيه ازدواج في الاسعار، هل الناس هتلاقي انها تجيب الحاجات اللي هي بتستوردها من يعني هتلاقي دولار في البنوك تجيب بيه الخامات اللي هي عايزاها تستوردها من بره؟ بدون شك اعتقد حضرتك ان هو لا، المواطن العادي من لم يجد نقص في موضوع مثلا المواد البتروليه والبنزين والعيش وخلافه الحاجات الاساسيه ديت، احنا بنحاول طبعا ندي اولويات في ظل المتاح. زي ما قلنا الاولويات في الحاجات دي زي الحاجات الصحيه او الاجهزه الادويه والمعدات وحاجات الخاصه بصناعه الدواء، بعد كده بنخش معاهم الصناعه
وان شاء الله في خلال الفترات القادمه نعمل ان احنا نغطي كل احتياجات السوق. طبعا دي محتاج شغل كبير من كل الاطراف، سواء من البنوك او من رجال الصناعه او من كل الرجال اللي يهتموا بالتصدير، ونرجع تاني نهتم، لان برضو تدبير موارد عمله ده مهم جدا. يعني البنك المركزي والبنوك هي بتدير العمله المتوفره، مش بتخلق عمله اجنبيه جديده. فبالتالي نامل ان كل القطاعات يحصل نوع من انواع التعاون، بحيث انه كله يقدر يوفر عمله، بحيث انه ما يركزش فقط على السوق المحلي، لكن يقدر برضه يصدر جزء كده وجزء كده، يولد عملات جديده. المصريين اللي في الخارج طبعا الحمد لله بيرضوا بمجاله وبيحولوا بشكل جيد. السياحه اعتقد الحمد لله ربنا كرمنا والامور ماشيه بشكل جيد. فحاجه مع حاجه مع حاجه ان شاء الله الامور ترجع تبقى تنضبط تاني مره اخرى. طيب برضو الناس بتسال، هل الزياده دي معناها ان الاسعار ممكن تستقر، يعني ما تعلاش اكتر من كده او تنزل؟ بص حضرتك، كل الناس التجار يعني او الصناعه، وده يعني ما اقدرش الومهم، هم اوريدي مسعرين على اسعار اعلى من سعر السوق اللي موجود في البنوك. فيعني هم بالفعل يعني خلاص سعروا وباعوا بالاسعار العاليه ديت، فبالتالي خلاص السعر اللي موجود حاليا هو متضمن هذه الزيادات، فبالتالي ما توقعش ان يبقى في زياده تاني. نامل الفتره الجايه ان يحصل نوع من انواع الاستقرار، لانه مجرد ما احنا نبدا في استكمال التدبيرات لبقيه القطاعات، اعتقد ده الناس مش هتبقى محتاجه تروح لاسواق ثانيه، وهيبقى السعر واحد وواضح للجميع، فبالتالي يحصل نوع من انواع الانخفاض في اسعار البضائع، وخاصه ان حتى اسعار المواد العالميه كلها من حديد واكل ابتدت بعد ما كان في ضغوط عالميه جامده جدا واسعارها في العالي جدا، ابتدت نوع من انواع الانخفاض. فان شاء الله انخفاض في ديت وثبات في سعر الدولار، يحصل ان شاء الله توافر بشكل جيد. يا رب ان شاء الله. اخر حاجه حضرتك استاذ يحيى، على تويتر ناس كتير جدا بتتكلم، هي عايشه خارج مصر بتتعلم او بتتعالج، وكذا استغاثة موجودة. لو حضرتك متابع تويتر هتلاقي كذا استغاثة من ناس، في ناس كتير معروفة بالنسبة لناس كتير وبالنسبة لنا، بيقولوا ان كروت البنك مقفولة، يتصرفوا ازاي؟ هم متواصلين مع البنك بتاعهم وموضحين اسباب احتياجهم للسحب من الخارج بالمستندات والوثائق، في سواء كان تعليم او صحة، ومش عارفين يعملوا اي حاجة. طبعا كلنا عارفين اسباب القرارات اللي اتخذت في هذا الموضوع، لان سوء الاستخدام والسلوكيات اللي لاحظناها من قيام الناس باستخدام سيء للكروت من خلال بره جمع تجميع كروت واشتراء ذهب، وحتى بعض المقيمين بالخارج بيقعدوا يعني بيبطلوا يصرفوا، من انهم مقيمين بالخارج بيبتدوا يصرفوا على جنيه مصريه بحيث ان هم يستفادوا فرق السعر. وهل دول كانوا بنسبه كبيره؟ يعني هل طبعاً الناس اللي عملت السلوكيات دي الغلط كانت بنسبة كبيرة؟ والله يسامحهم لأنها أثرت على الاقتصاد. طبعاً هل ده كان نسبة كبيرة فعلا تذكر؟ يعني بالنسبة يا فندم، لما تكون انت متعودة تصرفي 10 دولار ومرة واحدة تلاقي ان هم بقوا 30 دولار بيتسحب منك في غير مواعيد ولا غير اهميه، فيعني ده يؤكد لك ان في كانت مشكله بتحصل. وعشان كده البنوك والبنك المركزي خدوا خطوات جريئه في هذا الموضوع، ولكن برضو بدون ما بنحاول نضر سواء اللي بيدرسوا بالخارج او بيتعالجوا بالخارج. اي حد بيبلغ ان هو مسافر عشان يتعالج او بتاع، بنحوله فلوس مباشره للجامعه او للمستشفى، ولو هو بالفعل بالخارج يعني ما لم يكن منسق قبل كده، بيتواصل مع الكول سنتر ومراكز الاتصال وبنقدر نساعد له. عندنا تعليمات بهذا ان احنا نقف معاهم ونساعدهم، وكثير من العملاء يعني وصلنا وساعدناهم والحمد لله بنحل لهم مشاكلهم. بس الناس اللي هي كاتبه على تويتر بتقول انها يعني بتتواصل مع الكول سنتر وما فيش عندهم حلول، هل مثلا انتوا كبنوك ممكن بتدوا تاني تعليمات جديده علشان تدرس الحالات دي وتتحل، لان اللي في دراسه ولا في مستشفى دي حالات عاجله يعني؟ طبعا طبعا بدون شك، يعني كلنا مقدرين هذا، والتعليمات واضحه وصريحه لكل الادارات والفروع،
يعيد التواصل تاني. حضرتك قد تكون حاجات فرديه، لان احنا بنشوف يعني لما واحد او اثنين او ثلاثه يكتب مش بالدور ده ظاهره عامه، لكن ومع ذلك بيقدر يتواصل مع البنك وبيقدر نحلله، وفي الاف من الحالات اللي احنا ساعدناها وحلينا لها مشاكلها بالظبط، يعني ان دايما اللي بيطلع بيشتكي هو اللي ما عرفش يحل مشكلته، لكن الباقي اللي اتحلت له مشكلته ما بيطلعش يقول ان انا مشكلتي اتحلت. فلكن احنا مع ذلك الكول سنتر مفتوحه، يقدم الشكاوي بتاعته اللي حسب البنك اللي بيتعامل معاه، واكيد دي تعليمات حتى من البنك المركزي ان احنا لازم نلبي احتياجات هؤلاء العملاء. فيعني ما ينفعش عميل في مستشفى او عميل بيحول من هنا تحويل للجامعه، بس يعني بيفضل ان هو التحويلات تكون مباشره لهذه الجهات عشان نضمن ان ما يحصلش تلاعب زي ما حصل اكيد في طبعا الفتره الاخيره. من الحاجات اللي بيحصل فيها تلاعب، واعتقد ان انتوا خدتوا قرارات في ده، ان الناس تروح تاخد قرض بفايده اقل وبعدين تاخد القرض تعمل بيه شهاده وتسدد من الشهاده، كان في قصه كده بتحصل، طبعا فاعتقد حصل فيها ضبط، فحضرتك ممكن بالظبط. تكلمنا عنها؟ يعني هو طبعا كان اللي بيحصل ان هو عشان اللي هم بنكين بس اللي بيعرضوا هذه الشهاده المرتفعه العائد، فكان اللي بيحصل الناس بتروح تاخد قروض من بعض البنوك الاخرى او حتى من ذات البنكين، بنك الاهلي وبنك مصر، بضمان شهاداتهم او بدون ضمان، ويروحوا يحطوها في الشهاده الجديده. طبعا ده نوع من انواع اللي يعني تلاعب او اللي نصب بيسموه يعني. الاربيتراج يعني. فلكن ما يفضلش طبعا، احنا بنحاول نحل مشاكل البلد، فما ينفعش ان احنا كلنا واقفين مع بعض ونحاول نوصل لحلول ان احنا يحصل مننا نوع استفاده غير شرعيه يعني. فبالتالي البنك المركزي او مش البنك المركزي، هو اتحاد البنوك كان في تنسيق ما بينه وما بين البنوك انه يحصل نوع من انواع ان احنا ما نمنعها، ما نسمحش بحاجه زي كده. وبالتالي البنوك معظمها رفعت سعر الفائده اللي ممكن الاقتراض بيها عشان ما يحصلش نوع من انواع التلاعب ده. بنشكرك، وفعلا احنا في مرحلة عايزين كلنا نبقى قلبنا على مصر، مفيش حد قلبه او همه على همه الشخصي، لان دلوقتي مفيش هم شخصي يعني بشكل شخصي، لا ده هم عام، يعني كل المشكلات هتصب علينا جميعا، فمفيش حد اللي هو يعني يتخيل ان هو هيعرف يستفيد بشكل شخصي على حساب البلد وعلى حساب الناس وعلى حساب الحالة الاقتصادية. كل الشكر أستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، كل الشكر. وطبعا الظروف الاقتصادية والحالة الاقتصادية ويعني هي مسيطرة بشكل قوي جدا على الناس، فاحنا محتاجين ان احنا نبقى فينا رحمة على بعض وما نستغلش اي موقف وما نستثمرش اي موقف لحلول شخصية، لان الحلول الشخصية دي يعني مش هتفيد في ان احنا عندنا مشكلة جماعية، لازم يبقى فيها تضافر ويبقى فيها إنسانية ويبقى فيها رحمة ويبقى فيها شفافية ويبقى فيها حاجات تانية، معاني حلوة وقيم حلوة، مش استغلال بأي شكل من الأشكال. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ويومكم زي الفل، وعندنا حلقة مهمة جدا وفقرات مهمة جدا وضيوف ومناقشات، ونشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. التالي، هل للمشاعر فترة انتهاء صلاحية؟ تصدق انا ما كنتش اتخيل انك لسه زعلان مني. زعلان منك؟ ليه؟ ازعل منك ده يعني في عشم، وانا ما فيش بيني وبينك عشم. طب تصدقي انا ما بكرهكيش، والله ما بكرهك، لأن لو بكرهك يعني مهتم بيكي فيه اهتمام، وأنا مش مهتم بيكي. عفواً، لقد نفذ رصيدكم. الرسالة المسجلة أصبحت أصدق تعبير عن مشاعر مركونة يرى أصحابها أن تاريخ صلاحيتها انتهى وقرروا المواجهة، لكنها تقابل بحيرة فريق يؤمن بأن الإنسان لا يستطيع منع نفسه من الشعور لمجرد أنه يريد ذلك، ويرى الكثيرون أن المشاعر تحتاج إلى التغذية الدائمة حتى تستمر، وغذاؤها هو الاهتمام والاحتواء، فلا يمكن أن تستمر أي مشاعر طيبة دون تقدير مهما كانت قوتها، وأن تلك التغذية مرتبطة بوقت محدد، إذا جاءت بعده تنعدم فائدتها.
وآخرون يعتبرون المشاعر أسمى من ربطها بوقت أو أن يكون الشخص متحكماً فيها. وما بين نفاذ الرصيد والأحاسيس الباقية رغم كل شيء، فهل حقاً المشاعر لها فترة انتهاء صلاحية؟ بنجد حالكم المشاهدين، عفوا لقد نفد رصيدكم. يعني احنا بنقول الجملة دي في السر بيننا وبين نفسنا او في العلن لشريك الحياة، اي مكان هذا الشريك موقعه ايه من الاعراب. لان سؤال تاني بيطرح نفسه، هل للمشاعر تاريخ صلاحية؟ ثلاث اسابيع تقريبا كنا عاملين هنا مناقشة، وفجأة صديقنا العزيز أستاذ نجاد البرعي فجر قنبلة لما قال إن المشاعر لها تاريخ صلاحية بينتهي بعدها. الحقيقة الكلام ده استوقفنا، فعملنا سيرش لقينا فيه دراسة فعلا بتأكد هذا الكلام لباحث أمريكي في علم الاجتماع، بيقول إن كيمياء المخ المسيطرة على عملية الحب بتفضل يعني تولد شحنات حب وعواطف لمدة 3 سنين ثم تتوقف. تتوقف تلك الشحنات وكأنها بطارية خلصت وانتهى الأمر، وما فيش أي حاجة ممكن تعيد تشغيلها أو شحنها مرة تانية. الكلام كان من فترة طويلة على أنهم 7 سنين، الدراسة دي بتقول لا، أن هم 3 سنين. يعني معنى كده أن كل الناس اللي بتتكلم أن الحب للأبد وأن المشاعر للأبد وأن إحنا مع بعض للأبد و و و أن الكلام ده بقى فيه كلام أو مختلف عليه، أو بقى فيه دراسات بتقول عكس هذا الكلام. الدراسة بقى بتقول أن الناس بتكمل ليه؟ مع الناس بتكمل بخمسين سنة كمان، يعني بتكمل ليه؟ عشان بيبقى فيه إخلاص ووفاء مش حب. يعني بغض النظر الإخلاص والوفاء ده قمة الحب، لكن هم شايفين إن هي المشاعر المشتعلة واللهفة و و و ودي مدتها 3 سنين على الأكثر. والدراسة كمان بتقول إن في ناس بتمثل دور الحب عشان تحافظ على أو تحفظ ماء الوجه. في ناس طبعاً بيهمها الإطار والولاد وتفاصيل كتير، يعني بيبقى فيه حسابات أخرى لفكرة الاستمرار. لكن الاستمرار بنفس الاشتعال أو بنفس السعادة أو بنفس المشاعر والعمق و و و الكلام بيتقال إن في تاريخ صلاحية. هل ده حقيقي ولا المشاعر زي كائن حي بينمو وينضج ويكبر ويبقى في عز اللياقة وفي عز الشباب، وممكن في فترة ما لأسباب أخرى ممكن يبتدي إن هو يكبر أو يحصل له شيخوخة أو ممكن ما يحصلوش كل الكلام ده ويفضل إلى الأبد مشاعر قوية أو تقوى مع الزمن؟ ده الأسئلة كتير هنطرحها في المناقشة اللي منورنا ومشرفنا فيها أستاذ نجاد البرعي. أهلا بيك. أهلا وسهلا صاحب القنبلة. ومنورنا أستاذ أحمد خلف، أهلا بحضرتك. ومنورانا الأستاذة دينا عادل حسين، أهلا بيك. أهلا بيك. ومنورانا الأستاذة عبير عاصم، أهلا بيك. نستسمحكم نبتدي من عند نجاد عشان هو يشرح الفكرة اللي احنا هنتناقش حواليها واللي لقينا لك ليها يعني تصديق علمي في دراسة بتقول ان هم 3 سنين. على اي اساس حضرتك شايف ان كل حاجة لها تاريخ صلاحية حتى المشاعر؟ للسبب ده، لان اي حاجة ليها تاريخ صلاحية. انا بس عايزة انبه حاجة، الاستمرار بعد انتهاء المشاعر مش سببه بيبقى الاخلاص والوفاء وبتاع، لأن دي نوع من المشاعر برضو. الاعتياد هو السبب. يعني حضرتك بتعرفي حد بتحبيه وتحبيه قوي، وبعدين بتتجوزه مثلا، بتقعدي فترة من الزمن، أي ما كانت 3 سنين بقى 5 سنين 7 سنين كل واحد واحتماله وقوته، وبعدين بتبتدي هذه المشاعر تقل 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 تقل. اللي بيخلي الناس تكمل بعد ما تقل المشاعر أو تموت حاجتين، إما الاعتياد أو الشعور بالمسؤولية.
الاعتياد بمعنى انه خلاص انا عرفت الراجل ده وانا عرفت الست دي وعرفت البتاع وعرفت المشاكل بقى خلاص عادي يعني ما فيش اي حاجه. اللي تعرفه احسن من اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، هبتدي من جديد وهعمل ايه. او الشعور بالمسؤوليه، لا انا في اولاد في بيت لازم البيت ده يفضل موجود لحد ما اجوز العيال لحد ما مش عارف يحصل ايه وبتاع وابقى نشوف. دي بتبقى حاجات تانية. الفكره اصلا دي فكره متواتره في المجتمعات القديمه والحديثه وعند الستات زي الرجاله. يعني دي لو انت تفتكري اللي خلانا نتكلم في الفكره دي كانت فكره انه الراجل بيتلاعب وبيروح ويجي، فقلت لك لا ده مش صحيح. فالفكره موجوده، واي حد يقول لك انه الاثنين دول فضلوا يحبوا بعض، حتى الناس اللي احنا بنسمع عنهم قيس وليلى مش عارف ايه روميو وجوليت وبتاع، بصرف النظر عن اسطوريه بعضهم. ايوه ما احنا ما عرفناش هم يعني ليه؟ يعني ما نقدرش نحكم على النماذج دي، خلينا يبقى في حاجه محتفظين بيها. ما هي ما فيش مشكله، هي الفكره ان الحب حلو والمشاعر حلوه نستمتع بيها زي اكله كويسه زي قعده لطيفه. لا المشاعر حد هيفضل زي طول أكلة عمره ولا يعني زي انت متصوره يعني ان في حد هيفضل طول عمره. هي بس هي مش حاجه استهلاكيه اكله وقعده، لا المشاعر مشاعر ماشي. لا يعني ما هي المشاعر مش بس حب، ما هي في مشاعر حب في مشاعر وفاء. يعني في ناس بيسيبوا بعض وبتفضل صورته عندها وصورتها عنده جامده جدا وتكلميها تقول لك ده احسن راجل في الدنيا وتقول يقول لك دي ست محترمه. في ناس بيسيبوا بعض وهم بيحبوا بعض جدا وبيفضلوا يحبوا بعض جدا رغم انهم مش مع بعض. او في ناس ما بيجتمعوش مع بعض وبيفضلوا يحبوا بعض. لا ما فيش يعني مشكله، الناس الحب ده هيجي، الحب ده اساس العلاقات. المهم ان هو هيخلص. لازم يخلص زي حاجه الانسان بيموت عمره بيخلص، الاكل لما بيشبع عمره بيقرر يقوم من على الترابيزه. اشمعنى انت متصوره ان الحاجه دي ضد الطبيعه؟ النبته بتبقى قد كده بتكبر وبعدين بتموت، لسه انت بتتكلمي على راجل ممكن يبقى صغير وشاب وبعدين يكبر وبعدين يموت، كل حاجه بتموت. اشمعنى انت عايزه تطلعي المشاعر من الاستثناء ده؟ لا ما ممكن بقى. ممكن الجسد يموت لكن الروح تفضل ناس عايشه جواها، روح تانية بناس تانية. ده اللي أثروا فينا الأغاني بتاع عيش الجسد فاني وعيش الروح. قبل ما أروح للأستاذ أحمد نسمع الستات، ده كلام أغاني ولا كلام لامسين بيه الأرض؟ لا هو نظرته سوداوية شوية مسود الدنيا أوي. ما أنا ممكن المشاعر تزيد، ممكن أحبه أكتر من الأول. ليه افتراضية إنها هتموت؟ يعني ما هو لما تحبيه أكتر من الأول لفترة وبعد كده المشاعر هتخلص. تخلص تروح فين؟ ما هي بتخلص. لا هي بتخلص وبتزيد، بتنعدم، بتقوى بالتصرفات، بالعشرة، بالمعاملات. فهي لو يعني بالمواقف بالرصيد، بالمواقف بالرصيد هتزيد. يعني ليه تموت؟ يعني افتراضية انها لازم تموت، لا طبعا هتموت لما الاقي المعامله اتغيرت، لما الاقي التصرفات اتغيرت، المواقف اتغيرت، هتموت. حتما ستموت بالملل بالروتين. ما اكيد يبقى تغير طيب لا ما انا بطرح بس وجهه النظر الثانيه، يعني مش لازم دي تبقى قناعاتي الشخصيه، بس انا يعني بطرح وجهه النظر. قولي يا استاذ عبد. لا انا بالنسبه لي في اختلاف ان المشاعر دي يعني كل وقت ليه مشاعره. كل وقت ليه المشاعر الخاصه، كل سن طبعا ليه مشاعره. يعني اكيد اي حد وهو في الجامعه ولا في المدرسه مشاعره غير، وهو انا عندي حبقى كمان سنتين 50 سنة مستحيل. فمشاعر الاول بتبقى مشاعر عايزه حد يسمع. على حسب التصنيف الجديد لمنظمه الصحه العالميه انت لسه في سن الشباب. الله يبارك لك يا شيخه. فالاول الواحد كان بيحب يسمع كلام يشوف تصرفات كده، دلوقتي لا اكيد مشاعر بتتغير. اولا اللي بيجبرك على كده هو الراجل اللي معاكي او الست اللي مع الراجل. انها تخلص دي لا، في ناس بتحب جوازاتها بعد ما يتوفوا، في ناس بتفضل عايشه لمراتاتها بعد ما يتوفوا، بتفضل مش عايزه ومش شايفه اي حد غيرهم. فتخلص او ما تخلصش دي ديبندز على الحياه كانت عامله ازاي. بس انا متاكده انه حسب الراجل، يعني انا يعني دي حاجه اكيد حسب الراجل. الراجل هو الرسول حتى عليه الصلاه والسلام بيقول اي جاب تحصل في البيت ده الراجل اثر ولا ما اثرش. الست بقى هي المسؤوله عن استمراريه الحياه. أيوة هي اللي بتقعد تجدد يا سهير. ما يكونوش الاثنين اثروا بس المشاعر خلصت. لا لو الراجل كويس قوي
ومش قصدي كويس قوي، اكيد كل ست وراجل عندهم نواقص، بس اقصد الكويس احسن من الوحش. عمر المشاعر ما هتخلص، هي بتتغير. يعني ايه بتتغير؟ بتتحول. يعني الاول كانت مشاعر اللي هي الباترفلاي والمش عارفه بقى، يعني اللهفه والحاجات دي على قد سنها، بس النهارده المشاعر مش كده. يعني انا بالنسبه لي النهارده المشاعر اكتيفيتيز. انا احب انزل مع جوزي سوبر ماركت، انزل معاه نتمشى في التراك، دي بالنسبه لي بيديني مشاعر، مش ان انا اسمع زي زمان وانا صغيره. بالنسبه لي ان هو مثلا يقول لي بصي احنا هنعمل هنروح كذا عشان ادهم كذا، انا بالنسبه لي النهارده يعني دي مشاعر. انت عايزه تقول ان في خطط واهداف، فالخطط والاهداف دي عنوان ان المشاعر باقيه ومستمره ومكمله. مظبوط. وده هيجي منين؟ ان اللي انت قدامه ده راجل، او الراجل الست اللي معاك دي ست 100% totally it depends على الراجل والست. في ناس يعني بتفقد البتاع الامل بسرعه، وما تبقاش عايزه تفايت تحارب او تكمل، فالحياه بتبقى مستحيله. بس لو حد فيهم يا سهير حاول، مش في ناس بتقول لك لا ما حدش بيتغير؟ لا، ممكن سايد واحد يتغير عشان يغير اللي قدامه. هنا المشاعر هتستمر بطريقه تانية، بشكل تاني هتستمر. بس انه انا اقعد كده واقول لا ده ما فيش مشاعر وما فيش، وبعدين مشاعر بتتولد. انا ممكن كل كام سنه اولد مشاعر جديده جوايا. هو بس سؤال ثانيه واحده، انتوا ليه المشاعر بتتولد من اول وجديد؟ لا ليه ليه حصرنا بين الراجل والست؟ انا كأم ممكن احب الام دي قصه. لا لا لا، ما هي دي مشاعر. ممكن مشاعر الام تتغير ناحيه ابنها وتوصل لمرحله الغضب والكره، في حالات نادره اللي هو تمام. يعني المشاعر مش مربوطه بالراجل والست، دي ممكن نفس العلاقه ما بين الام والاب، ما بين الاصحاب، ما بين المدير. يعني المشاعر دي حاجه انسانيه ملهاش علاقه بالراجل والست. اذا كان لها تاريخ صلاحيه ممكن تبقى لها تاريخ صلاحيه تجاه اي كائن من كان، فيما عدا اعتقد الولاد. يعني لا، يعني ما في ام بتغضب على اولادها لدرجه الكره، ما بترضاش حتى كده تشوفه. في كده انا هقول لك حاجه، يعني فعشان نحط بس المناقشه على طريق على مكانها الصحيح، احنا كنا بنتكلم على المشاعر العاطفيه، على الحب وقتها، يعني الحب بين الراجل والست. انتوا حاصرينها في الراجل والست. اللي بتقوليه حضرتك في الحقيقه هو تقريبا اللي انا بقوله مع اختلاف الكلام. انت بتتكلمي على انه المشاعر بتتغير، انا قلت ممكن انا احب واحده وتبقى حب عميق جدا ويعني سخن جدا ومش قادرين وبتاع، وبعدين تتحول هذا الموضوع بشكل يبقى صداقه عاديه، يبقى مجرد عشره عادي، يبقى مجرد اعتياد. من الاعتياد ده مشاعر، بس مش هيبقى المشاعر اللي هي كنا نتكلم عليها، اللي هي فكرة مشاعر متأججة، الحب، الرغبة في اللقاء. ممكن تبقى العملية عادي، أنا ممكن أتجوز واحدة وبعدين بعد كده تبقى عادي نتقابل، أروح البيت لأن أنا متعود أمشي في البيت، بتعمل أكل كويس فأبقى حابب إن أنا أكل. هي بقى وشطارتها. هي وشطارتها. إنما دي مش يعني اللي هي بتقوله مفيش المشاعر اللي ممكن تتغير الى شيء ممكن تبقى صداقه. طب خلينا نتكلم في المشاعر العاطفيه. استاذ احمد، أيوه. الدراسه بتقول ان كل القصص الواقعيه والخياليه تمام، ان عمرها قصير كده زي المشمش في حياتنا. طيب كده احنا حضرتك ذكرت من شويه ان قيس وليلى رومي جوليت ما شفناهمش. لا هو استاذ نجاد اللي انا سوري. ايوه احنا ما شفناهمش ما نقدرش نسمع عليهم. طيب ما عندنا امثله حيه في وقتنا ده. هنقول مثلا عمر الشريف وفاتن حمامه، رغم بعد المسافه وانفصالهم عن بعض بس مشاعرهم كانت قويه جدا. كان في موقف انا عمري ما انساه، يعني كنت شاب وقتها صغير او بقى طفل بمناسبه الاعمار اللي بتقولي عليها من شويه. اوكي خلينا في الطفوله. بس فحضرتك اللي حصل ان سمير صبري كان مستضيفه في برنامج اول ما جه القاهره بعد فتره كبيره، كان عايش بره، فبيقول له يعني يا مستر عمر حضرتك عشت في هوليود وباريس وتعرفت بفاتنات السينما العالميه، ما ارتبطتش باي واحده ليه؟ رد عمر الشريف رحمه الله عليه وقال له لان ما فيش واحده تقدر تعوضني عن فاتن. دي لا معلش، ده عمر الشريف انا راجل نصاب لا مؤاخذه الله يرحمه. طب وهي نصابه والعمليه كلها استنى بس يعني ايه هو سابها
وراحوا اليوم وهي اتجوزت دكتور محترم وقعدت وهو راح لمؤاخذة مشي مع ستات مصر العالم كله وبتاع وجي عجز قال كلمتين عشان بيعجبوا المجتمع. مفيش هو لو بيحبها 5% كان فضل معاها. انما احنا هنجيب راجل يعني الله يرحمه تقدرنا ثانيه واحده ما تقدرنا لقيمتهم الفنيه والانسانيه الكبيره جدا جدا. لا ايه دخل قيمتهم الفنيه الله يرحمهم يعني احنا الحب بتاعهم كان جامد جدا بدليل وفاه ورا بعض ما فيش 6 شهور طفوا كورونا. ايوه وحضرتك يعني سوري معلش اوكي يعني معلش الحب بينهم كان قوي جدا بدليل كمان بناتهم الاثنين بسم الله ما شاء الله ناجحين. ايوه بس اوكي فاللي شايفه يعني دي ادله ما تاكدش الفكره اللي حضرتك عايز تدافع عنها. خلينا ندافع عن فكره بادله منطقيه. طب حضرتك انا ممكن اقول لك الدليل المنطقي مثلا ان استاذ احمد كان رايح مع مدام عنده لدكتور السنين. كام راجل دلوقتي اللي هو انا تعبانه اروح للدكتور صح. لكن ما بيروحش معاه فده فعل يؤكد بقاء واستمرار الحب. هو زي ما قال لا خالص ده يؤكد مكارم الاخلاق. لا 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 انا ماليش دعوه بيه بس مش معنى انه راح وداها للدكتور انه دي مشاعر. ما انا عادي ممكن صاحبتي تروح معايا سواء يروح معايا مشاعر برضه. لا لا ده ممكن يكون واجه ايه علاقته. لا لا بس الموده والرحمه اسمها مشاعر يا سوير برضه. طبعا طبعا هو عنده موده ورحمه ابدا ما هتموت لابويا وامي. ما انا برضه لا لا احنا قلنا لا خلينا في الراجل والست. طيب خلينا في الراجل والست اتس اوكي. الراجل والست لو اثنين هما اللي بينجحوا زي ما المدام قالت العلاقه اوكي لو الراجل والست مشاعرهم صادقه وحقيقيه اوكي وفي حب بينهم مهما كبروا على مدار الزمن هتفضل المشاعر بينهم ملتهبه زي ما بيقولوا اوكي. لكن ان المشاعر تموت لو هما الاثنين صادقين في مشاعرهم والنيفر ده اللون الاحمر اللي حضرتك حاطه في كل حته ده بيقول ان المشاعر يعني ان حضرتك ضد النظريه دي وضد الكلام ان يعني المشاعر تاريخ صلاحيه. لا مفيش حضرتك متجوز بقالك كام سنه؟ بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب 28 سنه 11 يناير الجاي ده 28 سنه ما شاء الله و28 سنه نفس يعني نفس المعدل بيزيد بيقل واقف عن يعني ولا على حسب ولا فترات ولا مواقف ولا حضرتك رصيد زي ما هو يعني الحمد لله so strong love story okay كويس كويس والا انا المدام حتى يعني من بلد وانا من بلد المدام بتتفرج عليك الله اكبر ما شاء الله المدام مش مصريه لا مش مصريه شي يونانيه يونانيه يمكن عشان كده ارجع لي المصريين في بعض هتلاقيهم مش كده لا 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 اكيد طبعا ده من باب طبعا انا ما تسالش السؤال ده ايوه دعابه لان طبعا الفكره في الانسان ايا مكان جنسيته ايا مكان بلده هو في نوعيه الانسان بس بصرف النظر يعني لو جوزت مصريه لو جوزت هنديه سوري هي هي طالما في حب وفي عاطفه اوكي وصادقه المشاعر تفضل مستمره بس انا أو عايز تزيد او تقل انا بس عايز اقول حاجه اذا سمحتي لي لانه انا حاسس ان احنا ان كلامي ده ممكن يتفهم غلط. الاساس احنا المشاعر متنوعه. لما كنا بنتكلم مع سهير في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على مشاعر الحب الدافئ العميق اللي هو يمسكوا ايدهم ويجيبوا ورد لبعض عايزه ورد يا ابراهيم فيجيب لها ابراهيم ورد مش عارف تمشي تروح فين يعني طيب ما احنا مش هنفضل بالورده بيحصل بينا دلوقتي يعني الورده ممكن تتطور بعد كده ممكن المشاعر تتحول بمعنى انها تتغير. انا ممكن اتجوز ست محترمه جدا وحبيتها جدا وبعدين بعد شويه مشاعري ماتت او مشاعرها ماتت. لكن احنا زي الاستاذ بروح معاه للدكتور بتجيب لي شاي على السرير. يا استاذ نجاد هي لما بتتغير او بتختلف او بتموت ده معناه ان ما كانش في عمق في الاختيار ولا عمق في المشاعر. لا اصل المشاعر دي مرتبطه بالجده يعني عنصر الجده عنصر الشيء الجديد. الجديه ولا الجده الجديد المستحدث الحديث يعني معنى ان دلوقتي انت لو عرفتي حد انا لو عرفت حد اي حاجه اتكلم عن نفسي لو انا عرفت حد ده بيبقى شيء بالنسبه لي جديد ومدهش اللي هو الغربال الجديد ليه شغله انا وهي لما تبقى كومباتبل مع تصوراتي عن السعاده انا ببقى في الموضوع ده هنا بتولد المشاعر. لما بنقعد كتير مع بعض عشان كده دايما اقول يعني الناس كثيره بتعتبر انه مثلا انه اللونج ديس العلاقات اللي على مسافه طويله دي انجح.
لانه ايه مثلا انجح ليه؟ يعني في اوقات لأنه كتير بتبقى انجح، لان هي في الحقيقه مش بتقعد مده طويله، يعني تيجي مثلا تقعد معاك يومين ثلاثه وترجع بلدها وانا ارجع بلدي، فبيبقى في عنصر الاشتياق، وبعدين بنيجي نتقابل تاني بعد شهر ثلاث اربع ايام فنتفسح، فبتبقى الحياه دايما جديده مش مثقله بالاعباء. خدي بالك ان الحياه مليانه اعباء، بمقدار ما كانت هذه الاعباء بتقلل من الشغف. يعني واحد متجوز تمام، حب مراته وجاب لها ورد وراحوا بتاعه، وبعدين خلفوا عيلين، بقى الحوار بينهم عن مصاريف المدارس. يبقى المشكله عند حضرتك في الجواز بقى مش في المشاعر، يبقى الجواز هو المسؤوليه. بس العلاقه الطويله حضرتك بتقول عليها دي اللي هي البارت تايم دي، ما فيهاش مودة ورحمة، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش مسؤوليه زي ما ربنا قال عليها، ما فيهاش مودة ورحمة. احنا بنتكلم على ثانيه واحده بس، احنا بنتكلم على المشاعر. انا عايز اوضح فكرتي للناس او لحضراتكم او لاي حد عايز يفهمها. ببساطه شديده مفيش اي تناقض بين ان حضرتك يبقى المشاعر تبتدي مشاعر حب ملتهبه ثم تتحول مع الوقت الى صداقه، او تتحول مع الوقت الى موده، او تتحول الى تعود ده كل دي مشاعر. المشاعر مش بس حب، مظبوط. الصداقه مشاعر، والايثار مشاعر، وعلى فكره والاعتياد دي مشاعر قويه جدا طبعا، دي اقوى من الحب. التعود دي اقوى من الحب، انما انا بتكلم على الحب، انا بتكلم على فكره انا عايزه ورد يا ابراهيم، المشهد الشهير اللي مصر كلها بتتكلم عليه. هي عايزه ورد، هي عايزه حب، هي عايزه مشاعر، هو عايز يجيب لها نوع معين من المشاعر. ايوه انا بتكلم على المشاعر دي، هذه المشاعر اللي الناس بتتكلم، وده كان مفاده. هل الراجل لما بيغير بيروح يغير الجوازات بيبقى يعني ده راجل لعوب وراجل بتاع خالص، هو بيبعد عن مسؤوليه وبيطلع يرفه عن نفسه، ولا بيبقى راجل بيجري ورا مشاعر، هو عايز يلبي مشاعر الحب عنده، فبيحب فلانه وبيقعد شويه معاها، مشاعر الحب بتبرد، بيقوم يسيب فلانه ويروح لعلانه عشان مشاعر الحب تفضل موجوده. هو مش غضبان. ايوه بس يعني كده اللي هو بالمنطق، احنا كنا بنتكلم على الموضوع ده. أيوة يعني انا عايز ايوه بالمنطق ده والدراسه يعني اللي احنا لقيناها دي، وفي دراسات كتير تانيه في هذا الاتجاه، يعني كده اللي هو بجد شرعيه للراجل ان هو ممكن، او للست كمان، وللست طبعا انها ممكن تتجوز كل ثلاث سنين لو عايزه. وانا عايز اقول لك حاجه، فاكره لما قلت لك ان دي قيمه من قيمه من ناس كثيره جدا؟ ايوه بس احنا ما فيكش كده هدف، يعني ما هدف قيم الجواز دي، هدف خلاص، ما فيش قيم في الحكايه دي بقى. معلش ثانيه واحده، ثانيه قيم ايه كل ثلاث سنين؟ كل ثلاث سنين. انا راجل بسيط ومؤمن. مثلا اباحه الطلاق في الاسلام واباحه الزواج في الاسلام سواء بعد الطلاق او مع التعدد، جزء منه تطبيقا لفكره ونفس وما سواها فالهام فكره وتقواها. اه بس الطلاق ابغض الحلال. لا معلش، لا مفيش ابغض الحلال، بس ابغض الحلال او مش ابغض الحلال ماشي، انا قاعده بين قامتين. لا لا مفيش ابغض الحلال، الطلاق حل المشكله، جزء من حل المشكله. طب هي الست طبعا احنا بنبص يعني زمان مثلا عادي جدا ان حضرتك فلانه بنت فلان، مش عايز اقول اسامي، يعني فلانه بنت فلان من اكارم قريش تتطلق فيتجوزها واحد تاني. ايوه بس فين الاسره المستقره؟ لو انا هقتنع بالنظريه دي او هصدقها، ففين الاسره المستقره وفين هنا بقى الاسره بقى؟ لا خلطت مع المشاعر، يعني ضغوط المسؤوليه خلت والراجل المشاعر، والراجل هو المسؤول عن الاسره سواء بس مش معنى كده انه يسيب المسؤوليه ويمشي. لا 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 لا، ما هو الراجل لما بيسيب، ما هو دي فكره لما قلت لك اذا احبها اكرمها وإذا كرهها لم يهمها. هي دي فكرة دي المسؤولية، ملهاش دعوة بالحب بقى. أنا بحب فلانة واتجوزتها وخلفت منها عيال ثم انغلقت المشاعر بيني وبينها، بقول لها يا ستي مع السلامة، أنا ما تشكرين لحد كده. هو ملزم بالإنفاق على أبنائه، هو ملزم على بإسكانهم، هو ملزم على إعطائهم نفقتهم، هو ملزم على متابعة تعليمهم. هي إنما كله بقى يخلف ويجري. هنا معدن أخلاقه بيبان. أيوه. لكن لو هي بقى راحت اتجوزت الولاد بقى نفس الطرف الحكاية، الثالث في المعادلة، نفس الحكاية، يعملوا ايه يعني؟ عشان كده لا عشان كده ألقي تبعات الأولاد على الأب كمان أكتر منه على الأم، وتحطت نظام كامل لفكرة الحضانة والولاية والبتاع. عجبنا مش عجبنا نقدر نعدل فيه، دي قضية تانية. بس اللي أنا عايز أقولك عليه، جزء من قيمة الإسلام إذا أنا فاهم الإسلام صح، وأرجو أن أنا أكون فاهمه صح، انه يراعي المشاعر الانسانيه لا يغلب. اللهم هذا قسمي في فكره متك، اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تحاسبني فيما تملك او لا املك. راجل متجوز تسعه وبيحب واحده منهم، طيب انا بس خلاص يعني انما يعدل بينهم. هنا مكارم الاخلاق ان يعدل بينهم، لكن الحب بس خلاص ربنا نهيها قال لك لن يعدل ولن تعدله.
هو ربنا حط نقطه هو لا هي الفكرة هو لا هو الفكره ان انا ما ينفعش ان هو انا مشاعري خلصت سواء راجل ولا ست فابيح له ان هو يروح طالما انا عندي اولاد لان انا كده بعرض المؤسسه دي والطرف الاهم في المعادله للخطر. لا بس لو وصلنا لمرحله الكره والاستمرار ده هيبقى مش صح على الولاد يعني مش اول ما المشاعر تخلص يعني مش الولاد اللي بيقعدوا علشان المشاعر لا مش اول ما المشاعر تخلص الولاد مش بيقعدوا والولاد بيقعدوا يعني في حالات مش الولاد بيقعدوا في حالات الولاد بيقعدوا تمام دي بقى مراعاه لظروف اجتماعيه ملهاش علاقه بالمشاعر ما هتقعد وما فيش مشاعر دي ملهاش دعوه بالمشاعر دي ليها دعوه بالظروف دخلتوا الاولاد دلوقتي حضرتك عن المشاعر بين اتنين يعني هو في بيوت في مصر يا سهير اول ما المشاعر بتخلص بيقول لها انا هطلقك او انت حتى او انا عايزه اطلق اول ما المشاعر تخلص لا في بيوت في مصر كده لا ولا عشان بيبقى سيء المعامله او هي مثلا بتبقى مهمله جدا في بيتها او يعني لا يعني انا إيه؟ اعرف يعني اول ما المشاعر تخلص طلقني او انا والله قبل ما المشاعر تخلص هو مش عارف اصلا هو عنده مشاعر ولا لا يعني وبتخلص مش من الشوارع يعني اقدر اقول لحضرتك بشكل بسيط جدا ايوه على الاقل فيما عرض ليا من قضايا ايوه بيجي عند لحظه دي الناس الصادقه المحترمه ان بيجي تقول له والله يا فلان يعني انا بقيت حاسه ان انا يعني هي هو حاولت حاول مش وصلوا لما حاولت او حاولت بقى مش موجود بس وصلوا لكده دي ست محترمه وده راجل محترم طب يا ست نعمل ايه فيطلعوا اللي احنا بنسميه الطلاق الشيك يقعدوا بقى مع بعض متحدث. هنعمل ايه للاولاد هنعمل كذا ويظلوا على علاقه اقرب انا اعرف ناس اتطلقوا وظلت علاقتهم مع الستات اللي طلقوهم او استلمهم الى اللحظه الاخيره على ارقى ما يكون وعد يشرب قهوه وتيجي يقول له تعالى افطر معانا رمضان مع الاولاد اول يوم ولا كذا لانه دي حاجه والمشاعر بس خلاص مفيش حب مع احترامي طبعا بس ما فيش بيت انا بتكلم على الكالتشر بتاعتنا احنا ما فيش بيت بيحصل فيه طلاق الولد او البنت ما بيحصل لهمش حاجه قد كده نفسيه طب ما هو لو استمروا برضو بالسوق هيبقى بس لو استمروا في علاقه مش زي ما اتطلقوا او في عنف بينهم هيبقى اسوأ يبقى هنا اللي هو لو انا عايش في اسره بعيدا عن مصدر من مصادر العنف ده هيبقى افضل لي من ان انا ابقى عايش العنف ده بقى مريض عنده بقى حاجات لا لازم لا يعالجها خلينا اسالك يا دينا وانت بيجيلك نماذج كتير زي استاذ نجيب وحد اللي هو لازم نتطلق بتقدري ان انت تفرقي بين ان هم حصل لهم فتور او حصل لهم انتهاء مشاعر وخلاص وفي حاله بيع خلاص اللي هو مستنفرين تماما مفيش امل في العوده لا بصي هم عشان يوصلوا لنا معناها ان هم وصلوا لاقصى حاجه فدول هم مش جايين لسه في مرحله الفتور عندنا هما بيجوا مدبحين بعض يعني مش بيجوا بس في طلاق متحضر لا دول بيجوا الطلاق المتحضر اللي استاذ نجاد عشان بنخلص فيه الاتفاقات هما ما بنبقاش احنا متدخلين فيه يعني هما بيبقوا متفقين ومخلصين عمليه اجراءات او ورق او شيكات او تسويات مش اكتر مش بنتدخل فيه اما عشان يجيني انا كاجراءات ده بيبقوا مقطعين بعض وبعد ما حضر وقسام ودار مفيش لا مشاعر ولا ادب ولا اخلاق ولا اي حاجه خالص يعني لا مشاعر ولا مكارم اخلاق لا 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 خالص ده معديين محاضر وضرب ومشاكل فاحنا ما بنخشش في مرحله فتور ومشاعر انما الشيك ده بيبقى جاي مخلص واحنا بنعمل اجراءات ماليه يعني طب الفتور اللي بيبقى ناتج عن ضغوط الحياه استاذ عبير عشان ما يوصلش لمرحله الوفاه بالسكته القلبيه او الوفاه نتيجه والاكل دي شطاره لا الاكل دي ايوه يحصل ايه يعني هنا الطرفين لازم يعملوا مجهود ولا الست بس ممكن الست الست بس الست اكتر والراجل يبقى رد فعل هو لو راجل جاحد قوي مش هيحس بس يعني هو انا مقصره دايما اقول ما قابلتش الرجاله اللي هم الاكستريم دول فانا هتكلم على المجتمع اللي حواليا اللي هو الراجل اللي مش جاحد ده اللي هو بيقبل الحمد لله ما فيهوش جاحد بس لو في جاحد بقى لا ما قابلتهمش مش هعرف اتكلم عليهم ما شفتهمش ما قابلتهمش تعالي على الكرسي لا ما قابلتهمش فانا هتكلم على ان الست لا 80 او 90% هي اللي تعمل التغيير ده وهو بيتقبل يعني المجهود طب مجهود طبعا الست عملت المجهود وجات لك وقالت لك ولا حاجه محوقه وهو يعني جاحد وخلاص بايع
طب اعمل لها ايه؟ اصل مش انا اللي هعيش. ايوه لا انت بتشوفي اكتر الجحود هنا في الراجل ولا في الست؟ يعني لا لا قصدك على حاجه بس احنا حاله خاصه، احنا لما بتكلمينا عننا كشغلتنا هم ما بيجوا معديين المراحل دي خلاص. يعني لا جحود ولا فلوس. ليلى صح؟ ليلى دينا سوري انا اسف. ممكن اسالها سؤال يا زهير؟ ممكن اسالها سؤال؟ طب انت احنا عندنا في البلد يعني هنا الثقافه بتاعه ان انت لو لقيتي اتنين يجي منهم امل تقدري تتكلمي على صلح او حاجه؟ احنا عندنا الثقافه دي. بس مين احنا؟ احنا كمحامين ولا احنا كمجتمع؟ لا احنا كمجتمع عندنا الثقافه دي. اه ما هم بيعدوا بيكونوا مخلصين ماما وخالتي وجيران والاصحاب يعني وعدوا المراحل دي. فهمت اقصد ايه؟ عندك الثقافه دي في المكتب؟ لا يعني انا اقول لك ده مش الثقافه دي، انت بتتكلم على الايام دي. لا انا ثانيه واحده بس عندك جاي. في المكتب؟ لا 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 لا, 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 لا مكتب ايه؟ انا بيجيني وانت من كتر الاكسبيرينس عارف انه ممكن في. لا لا اوضح بس ثانيه واحده حاجه، انا مش قاعده مصلحه اجتماعيه حضرتك ان انا اقول له تصالح ما تصالحش. انا دوري حاجه إنسانية. لا 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 انا ماليش علاقه بالانسانيه، انا بتاعت اجراءات. لا هنا بلا قلب شغلك بيجي على الحنيه بلا قلب. انا جايه اخلص اجراءات. العمليه الانسانيه دي يروح لاهله، حكم من اهله وحكم من اهله. هو جولي بعد ما راحوا المحاكم فاختاروا محامين واحنا بناخد رقم القضيه وهو جاي رقم المحضر، انا ما بنزلش اعمل له الحاجه الثانيه. لا اصل انت اتخلقت من الشغلانه دي. معلش الحاجه الثانيه بس ثانيه واحده، هو حته ان هم يتصالحوا ما يتصالحوش، هم لو وصلوا لمرحله الصلح اللي حضرتك بتقوليها مش هيجيني. طيب ما هو ممكن تكوني انت سبحان الله السبب. لا انا بقول حاجه، انا بقول تداركوا عواقب الامور، او انتوا عندكم القدره للاجراء اللي انتوا داخلينه ولا لا. اوضح فيما بعد الاجراء ده هيحصل كذا، عندكم يعني قدره انت بتدي لهم بس معلومات ووعي ووعي قدره للي انتوا طيب داخلين. خلينا نقول ان الحالات مش كلها بتطلع في الـ في الـ لا في الخلع انت بس نسيت ولا الخلع. خلينا يعني نقول ايه سبب يعني ايه في دعوه الخلع بيبقى ايه؟ بتروح الست للراجل للقاضي تقول له ده راجل محترم وكويس وكل حاجه بس انا ما بحبوش. لا ده على الورق. على الورق يعني ده معناه ايه؟ ده على الورق ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ انه ده سبب شرعي. اه طبعا لانهاء العلاقه ان انا ما بحبوش يعني. يعني القاضي بيجيبه في مجلس الصلح. في مجلس الصلح يا ستي الراجل ده بيصرف. اه بيصرف. طب انا اقول لك حاجه، ستات كتير بصرف النظر عن اي حاجه يعني في تجربتي مع عمي كمان لما كنت يعني بنتكلم على حاجه اصغر يعني حاجه مثلا من 20 سنه ما كانش فيه خلع، ما كانش فيه خلع. فبتيجي الست انا عايزه اتطلق. ليه يا ستي؟ الراجل ده وده بكلمك على حاجه قديمه. بيصرف عليكم؟ اه بيصرف. طب بيهينك بقى؟ قلت لا ما بيهينيش. امال ايه؟ ما بحبوش. خلاص مشاعري خلصت. ما بحبوش. هو سبب كافي على تكون اخلاقياتها. فنبتدي بقى احنا كنا نعمل ايه بقى ساعتها؟ ما كانش في خلع. لو كان قايم في خلع تبقى لا ما هوش هينفع تقول ما بتحبوش. ارمي بلاك. اه بالظبط. ارمي بلاك. ممكن تكون مؤدبه جدا. ممكن تكون مؤدبه واخلاقياتها منعاها تقول تفاصيل. ابني سرق العفش اي حاجه يعني عشان يطلع. ممكن تكون مؤدبه واخلاقياتها منعاها تقول تفاصيل. طب على خلينا يبقى احنا كده وصلنا لا وصلنا يا استاذ احمد خلينا بس بعيدا عن القضايا. احنا وصلنا ان الحب يعني ليه وزن كبير جدا وهو رقم فارق في اي حاجه. هل طبيعه حياه حضرتك زي ما الاستاذ نجاد قال كده اللي هو حضرتك مسافر طول الوقت ومكنش موجود طول الوقت فالحياه بلا ضغوط ومسؤوليات هي دي اللي بتخلي المشاعر تعيش وتستقر او تزيد؟ يعني ما بيحصل يعني فكره ال التقابل طول الوقت بالضغوط وان المعايشه الكامله دي هي اللي بتولد. ومفيش شك ان البعاد طبعا بيخلق شوق اوكي ولهفه. بس برضو دي بتحملني مسؤوليه ان انا مش موجود وهي لوحدها وهي غريبه مش في البلد، فكان في التزامات عليا لازم انا اكون مرتبها قبل ما اطلع مثلا رحله طويله وهرجع. ففي برضو لا لا في مسؤوليات طبعا. طب هل الاحساس بالمسؤوليه ده هو اللي بيخلي الحب يستمر يعني؟ طبعا اكيد. يعني دي ممكن تبقى روشته مثلا للناس أكيد. عشان بصي في حاجه المسؤوليه دي سواء كنت بشتغل بسافر او انا قاعد مقيم في البلد دي المسؤوليه دي وانا صغير تربي عليها يعني. اوكي دي جوايا. ايوه بس عليها. هنا الاستاذه دينا قالت ان دي رجوله مش مالهاش علاقه بالمشاعر. احنا بنتكلم على المشاعر الحب دي انا اقدر اعرفها ببساطه جدا اللي احنا بنسميها اللهفه او الشغف الرغبه العارمه في انك تقعدي تبصي في عينيها
الرغبة الشديدة انك تمسكي ايدها او تمسك ايدك. بس دي عمليه نسبيه يعني، ممكن انا اعبر بورده انت تعبري بملامس حاجه في كلمه يعني. طبعا انما احنا بنتكلم على ان هل المشاعر دي لا مش هتستمر، لكن هل ممكن تبقى في حاجه احسن؟ ايوه بس احنا بنشوف راجل وست في صور كتير وفي مواقف كتير دول اصحاب، هم بيتسندوا على بعض. ايوه لانها مع دي بعض. دي اللي هم عايزينها في الفتره دول اصحاب. دول اصحاب ايوه، ما هو دي ثقافه كمان، مشاعر ثقافه. لا لا دي مشاعر حب وراقيه كمان وقويه جدا. دي مشاعر بتسالي محامين اساسا عدمات المشاعر. لا انا محكمه بصراحه مش ما يصحش يا استاذه. لا لا انا بقول لها انت اتخلقتي بالشغل الكريم ده. لا لا انا بالاثنين. دي حاجه اقرب لفكره الصداقه الطويله زي ما عندك. زي ما هو دي مشاعر حلوه. انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك في انا في رايي مثلا ان مشاعر الصداقه الهاديه اللي بتنمو بين راجل وست بقالهم 20 سنه متجوزين او 15 سنه متجوزين اكثر ديمومه وافضل. هو انا متجوزه عشان ابقى مشاعر صداقه الراجل والست يعني فاهم قصدي كده؟ لا ما هو ما صادق لوحدي انا. انما اللهفه يعني طيب انا يعني خلينا اقول لك نغير الصيغه. ازاي المشاعر تستمر بلا موت، بلا شيخوخه، بلا يعني تفضل زي ما بدات يعني، بالمعامله والتجديد، بالمعامله والتجديد من الطرفين طبعا، مش من طرف واحد بس الاكتر الست. لا لا طبعا، لان الطرفين بداوا مع بعض فلازم الراجل يعني عشان ثقافتنا هو هيبقى رد فعل اكتر. يبقى هنا هنا طرف الست، هنا الطرفين. اه طبعا لازم يبقوا بالتوازن. انا هفضل اهدي والتاني قاعد. انا طرف الست اكتر، المجهود عند الست اكتر، بس ما قلتش ان الراجل ما يعملش حاجه، على الاقل يستجيب. لو ما استجابش لا استاذه بقى يعني بلاش تجاوبي، عايزين نوزع كروت. لو ما استجابش انا عايزه الله عنه ما استجابش. لا لا طب ثانيه، يا ريت. لا 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 ثانيه واحده، في مشاعر يا جماعه بتستمر من طرف واحد. ايه ده؟ لا في حاله واحده بس، في طرف بيبقى هو اللي بيحب وبيكمل يحبه، والطرف الثاني توقف عن الحب. انا ممكن اوافق عليها. مشي وسابها ولا ممكن يبقى مشي وسابها او موجود، عارفه لو موجود ومش موجود يبقى على الاقل عامل لمشاعرها حساب. لا لا انا هقول لك على حاجه، انا ممكن احب واحد وهو مش معايا ومشي وما اتجوزتوش ومش يعني مش عايشه معاه وما حبنيش بس ما بيأذنيش لانه هو ما يعرفش انا بحبه، هو ملوش دعوه. مش انا بحاول وهو بيرفض. يعني دي مشاعر جوايا انا من طرف واحد وانا احتفظ بيها، فما فيش اذى ليا من حاجه مضاده انه بينهارني يعني او يعني تمام. المشاعر من طرف واحد دي مشاعر حقيقيه وممكن تكون موجوده بس ما يقابلهاش أزل. حاجه اذى يعني انا بحتفظ بان انا بحب واحد لوحده. طيب ايه اللي يحصل عشان المشاعر ما تموتش او تشيخ او تقف محلك سر او تتراجع؟ واحد، ان الطرفين يبقوا عارفين ان المشاعر العاطفيه بتموت ويبقوا مصر. لا 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 بس استني اوكي، بس انا محترم هذا الاسلوب. ويبقوا جاهزين وبيرتبوا لفكره تحويل المشاعر من مشاعر لحاجه عاطفيه الى مشاعر صداقه، وبقوا سعداء بده. يعني مشاعر الصداقه دي ممكن تبقى اقوى وتستمر ثم يعني يقدروا ان المشاعر يعني هي الغلطه بتحصل فين؟ ان الست او الراجل بيفتكر ان لهفه البدايات التوقعات بتفضل لهفه البدايات زي ما هي. وبعدين انت بطلت تجيب له، انت بطلت تقول لي بحبك. ايوه بطلت تقول لي بحبك، بيعمل حاجه ثانيه غير الورد خلاص يعني زهقت. لا التوقعات بتصطدم بصخره الواقع، فما يبقاش عندنا تطلعات وتوقعات في المشاعر بالظبط. بس كمان نقبل اللي احنا بنقول نقبل ما يجود به الله علينا. يعني خلاص المشاعر دي وقفت، نحاول نعملها مشاعر صداقه محترمه، نحاول نعملها مشاعر اعتماد متبادل محترمه، فتظل الى طول العمر اهداف مشتركه اجتماعيه، الولاد نفسهم مشروع مشترك يحصل ان يكون يحصل، بس ما يبقاش الحب في اللحظه دي، ما يبقاش الحب اللي احنا بنتكلم عليه. الحب بالمفهوم اللي حضرتك بتتكلم عليه استاذ احمد، هو لو ما فيش مشاعر ما يبقى ما فيش حب. اوكي، والحياه مش هتستمر. اوكي، ات ماست بي في حب، في صداقه. ايوه، ما احنا بنتكلم في إيه شكل الحب. ما هو ايه شكل الحب؟ ان لازم الاثنين المشاعر دي فيها حب. تمام، الاثنين بيحافظوا على مشاعر بعض اساسا، دي نمره واحد. الاثنين ما هو في واحد بيحافظ على مشاعرها ويروح يتجوز عليها ما يقولهاش عشان ما يجرحش مشاعرها. وهي بتعرف خلاص كنت دي بتحصل. طيب. لك احتراما ليها عشان ما ضايقهاش وما تجرحش. يا سلام، بس كده انت خلاص كده ما بيحبهاش بقى. لا، ويقول لك انا بحبها على فكره.
بيحبها عايز اجرحها اه بيحبها بس بيحب تاني عادي اه عادي يحب اتنين تلاته واربعة وخمسة عادي يعني. علما بان شادي قالت ما اقدرش احب اتنين بس على فكره سوري معلش ما هي غلطانه ان هي وجهت نظره لواحده تانية لا هو نظره متوجه هو هو مولود بجيناته كده الحمد لله عادي يعني هو ربنا يحب هنا جزء وهنا جزء اه طبعا بس كده ما ماتتش المشاعر ما ستيل مشاعر ليها برضو الاولانيه حاله بقى عايز يعيش حاله اسمها اه دي بتبقى نزوه عايز لا بالنسبه لنا نزوه هو بالنسبه له ممكن عايز يعيش حاله هو عايز يعيش حاله الحب هو عايز يبقى سعيد هو شايف طيب ما اللي مش سعيد عايز يعيش الحاله بتاعت البدايات طيب ماشي اه طيب هل ممكن الحب يعيش بشكله التعريف بتاعه استاذ نجاة بس هو الموضوع بسيط احنا بدانا نحب بعض استمرينا نحب بعض الحب زاد احنا قاعدين مع بعض الحب قال من قبل ما يموت يعني خلصنا يعني اصل دول الاثنين اللي في بيت واحد انا مش هشوفه ساعه مش هروح ازوره ده اللي انا عايشه معاه ال 24 ساعه فما فيش حب نروح وكل واحد يتكل على الله وكفى المؤمنين شر القتال استاذ عبير لا انا شايفه ان نجاهد ونكافح ليه يا ست لا وموده ورحمه ماله الحياه تستحق اللي يستحق موده ورحمه ومعامله وكل حاجه ايوه ايوه ده الرصيد بقى لو هو اقصد يعني انه مش بالأخلاق زي الحب البدايات يعني انا مصممه ان هو الحب بياخد اشكال مختلفه ايوه بياخد اشكال مختلفه انا شايفه ان اللي بيلاست خالص هو اللي انا بقول عليه ده جربه الموده والرحمه والمعامله وانه انا ادي وان انا اخد يعني كده ده هو ده اللي بيفضل الحب المعامله اخد وعطاء طبعا ممكن يبقى الانسان كبر جدا بس لياقته في منتهى القوه فهي دي المشاعر الراجل مش هيبقى بالقوه بتاعت الست لما تكون عايزه تخلي ليه على فكره والله في رجاله بس قليلين يعني رائعين في هو ربنا خلينا احنا اقوى منهم في الحته دي والله فعلا اهو عندنا نموذج رجاله عندهم زياده في المشاعر اه بس المشكله تلاقي الرجاله بس المشكله تلاقي في الرجاله سبحان الله يعني لا المشكله في 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 عددهم لكن ايوه انا بقول لك قليلين يعني بالظبط المشكله تلاقي الرجاله دول احيانا يبقوا قله مندسنه لان هم يكونوا أغلبية بس من فضلك حطي مليون خط تحت لازم الست تجتهد أكتر من الراجل عشان أنا العبير الست تكافح وتجتهد وتستمر ويعني تقاتل 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 وهي حاطة رجل على رجل بس تقاتل بنعومة طيب بنشكرك عبير دينا أستاذ أحمد أستاذ نجاد سعداء ممتنين شاكرين مهللين وبعد الفاصل لسه حلقتنا مكملة عندنا مطبخ وعيد وكحك فضلوا معنا التالي أشهى الأكلات مع شيف نصرة صبحي بنجد تحية لكم مشاهدين ويومكم زي الفل وأيامكم كلها أعياد يا رب عندنا كحك وعندنا فتة وعندنا حاجات العيد كل سنة كل المصريين طيبين كل سنة وانت طيبة ودايما في الأعياد طيبة. حاضرة كده معنا ربنا يخليك يا سيدي كل سنة طيبين وكل مصر كل سنة ومصر كلها طيبة وبخير يا رب إن شاء الله طيب احنا النهاردة هنعمل فتة اه هنعمل فتة وهنعمل كفتة سريعة كده يلا بينا طيب. الكفتة نفسها اسمها كفتة سريعة سريعة اه بتتعمل على طول هنحط بقى سمنة هنا للصلصة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء يلا عيد بقى عيد عيد وهنا للكفتة بسيطة بسيطة مش كتير يعني ايه اللي بيبقى مختلف من فتة لفتة اقول لك بقى المختلف من فتة لفتة ان في الفتة بتبقى العيش بيبقى طري قوي او محمص قوي اه الثوم الاول قلت كده ممكن العيش يبقى محمر وفي حاجه بسيطه بس يعني طريه وممكن نطريها على الاخر كده احنا عملنا الثوم بتاع شوحنا الثوم اه نشوح الثوم ونحط الخل عشان نحط الصلصه
واحلى حاجه ان الصلصه طبيعيه مش لا طماطم مش معلبه لا لا طماطم لان الحاجات المعلبه دي كدا؟ يعني كلها مشاكل غير انها غاليه بس مشاكلها صحيه كتيره كمان وسنه ملح يا رب تبقى سنه سنه ما والله سنه شايفه السنه خالص لا لا سنه وهي سنه لا سنه بس كده هنعمل بقى الموز بتاعتنا دي احنا سلقينها وبعد كده ايه هناخدها تشويح تحميره كده دي احنا بنحطها فوق ال فوق الرز فوق ال فوق الرز على طول العيش ونحط برضو عليها سن الثوم طب واحنا مش ممكن نحمرها في الفرن ممكن تتحمر في الفرن فتبقى خفيفه يعني اخف شويه ما عشان العيد بقى ما احنا سايبه عشان العيد عشان العيد ما تتكلمش لا تعليق العيد العيد عيد العيد فرحه العيش ده متحمص بحته وفته متحمص بحته زبده وعليه شويه فلفل وتحت الشوايه في الفرن حته زبده هنمشيها حته هنحط بس ايه العيش والشوربه دي سخنه نحط عليها الشوربه يعني الفته بقى بين انت عارفه الفتة في ناس استاذه نصرة بتعمل طبقات ممكن تعملي طبقه رز وانا يعني انا بحب اعمل فكره الطبقات رز دي تحت وبعدين لا طبقه وطبقه 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 كده كذا يعني. طبقه يعني طبقات 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 احنا حطينا كده الشوربه على العيش ممكن بقى العيش لو حد عايزه طري بنزود شويه بنزود الشوربه وبتبقى سخنه زياده بنزود شويه الشوربه لان برضو في ناس مثلا تبقى كبيره في حد يعني سنانه تعباه ولا حاجه بس كده انا بقول لكل صديقاتي اللي عندهم عيد النهارده ده رز ابيض معمول بفص مستك الله انا عملته بس قبل الهوا يبقى تحفه مريم امين كل سنه وانت طيبه البير شفيق وميرفت رمزي كل سنه وانت طيبه واولادك طيبين وكل الناس عندي اصدقاء كتير جدا هاني رمزي وامير رمزي و ناس كتير جدا جدا مش عايزه انسى حد جورجيت الليني يعني عندي مجموعه من الاصدقاء كبيره جدا جدا دكتوره ليلى تكلا يعني ناس كتيره قوي قوي كل سنه وانتم طيبين وسنه حلوه يا رب وعيد سعيد وفته وكحكه وفرحه كل الحاجات الحلوه فبنحط بقى طبقه الرز وعندنا فنانة الكبيرة لطفي لبيب وعندنا مخرجتنا الجميلة ساندرا نشأت وعندنا نجمتنا الكبيرة هالة صدقي وكتير كتير كتير يا رب الذاكرة تسعفني عندنا دكتور جورج عبدالله جورج وعندنا سارة وناس كتيرة جدا أصحابي النهاردة عندهم عيد كل سنة وانتوا في عيد دايما يعني وهي اللحمه دي كده خلاص اتحمرت هجيب بس حله للكفته وعندنا اسامه منير كمان كل سنه وانت طيب وعندنا عاطف كامل وعندنا الموسيقار الكبير راجح داوود واستاذ داوود عبد السيد واستاذه كريمه كمال ناس كتير جدا جدا من يعني المصريين النهارده عيد عندهم وبنعيد عليهم وكل ايامنا يا رب في مصر خير وسلام ومحبه طول الوقت ان شاء الله ده كده هنحط بقى توم توم ده متحمص يتحط كده فوق وش الفتة والصلصة أنا بخليها دايما تبقى جانبية يعني كل شوية افتكر حد مراد مكرم
ناس كتير جدا جدا شايف بره يعني كده عايزين نقول لهم كله دكتوره اوف رشدي وحرم لسانهم طيبين ناس كتير جدا كده خلاص الفته خلصت روني وريتا وريني و ناس كتير جدا جدا يا رب بس الذاكره كل شويه تسعفني بحد من الحبايب الغاليين كل سنه وانتم طيبين كده الفته خلصت الفته بتاعتنا كده خلصت احكي لنا بقى ايه الكفته السريعه بقى الكفته دي انت نص كيلو لحمه مفرومه وعليه بصلايه وسط وملح وفلفل بس فقط لا غير وبتصبعيه وتحطيها بقى في الحله كده تديها صدمه مع فص ثوم مفيش 3 4 دقائق 5 دقائق بالكثير خلاص بتكون استوت بتحط لها فحمه اه تمام طب هي ايه المختلف بينها وبين الكفته العاديه اللي احنا عارفينها عشان كده انت سميتها دي الكفته السريعه الكفته الثانيه بقى هتاخد وقت في الفرن طبعا بنحط لها البصل بنعصره وبنشيل الميه بتاعه البصل وبنصبع بقى بيها البصل ونضيف بقى اضافه بقى بهارات الكفته جوز الطيب بس احنا كده بنحط الكفته نحط عليها فص ثوم مش كتير يعني وكل سنه وفنانتنا الجميله نيلي عيد سعيد والجميله نونيا لبلبه عيد سعيد هاني عزيز ونادي عزيز عيد سعيد هفتكر كل شويه بفتكر ناس لازم نقول لهم كل سنه وهم طيبين وعيد سعيد الوزير والشخصيه الاقتصاديه المرموقه منير فخري عبد النور كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد انوشكا الجميله كمان بنقول لها كل سنه وهي طيبه عيد سعيد لانوشكا وكل المصريين خلاص كده الصلصه خلصت الصلصه كده خلاص جاهزه لا معلش دي اللي كان فيها ايه الخل الصلصه زي ما اتفقنا انها طماطم طماطم و حاجه معلبه يعني أوه. مش صلصه معلبه معلش لو عايزه اي مساعده لا خلاص مش مساعدات ولا حاجه كفته كده بتتعمل عايزه بس ايه منديل احنا عايزين الشباب يجيبوا لنا فحمه للكفته لما انت جبت فحمه اه موجوده دي بقى الصلصه اهي بتاعت الفته اه الفحمه موجوده يعني تمام الوزيره والسفيره نبيله مكرم كل سنه وحضرتك طيبه وعيد سعيد وان شاء الله بنفتكر تباعا هي الكفته لازم تاخد الصدمه دي يعني ما ينفعش نحطها على النار ونوطي عليها شويه ممكن لازم يبقى فيه لا هي كده عشان عارفه انت دلوقتي تروحي مقلباها كده وخلاص بفص ثوم فاهمه؟ تاخد تقلبتين كده وخلاص تاخدش وقت خالص جميله وخفيفه وسريعه ولو حد يعني جالك ضيف في اي وقت لو هي متصبعه متشاله في الثلاجه تتعمل على طول اه يعني ممكن تعمليها وتشيليها في الفريزر في الفريزر اه طبعا اه وتنزليها تبقى وجبه سريعه اه قولي لي بقى الكحك ده بتعمليه ازاي باعتبار ان احنا مش هنعمله بقى اه واولا الكحك. انا لفت نظري ليه حاجه انا طبعا مش هقدر ادوق بس ليه؟ لفت نظري ليه حاجه
ان هو صغير وانا بحب قوي الشكل الصغير. اه ايه بقى بتعمليه ازاي كده بالحجم الحلو؟ والله بقى بتقعدي بقى على روقان كده. هو مقداره كيلو روقان ومزاج عالي جدا. اه طبعا كيلو دقيق بيتحط عليه نص كيلو سمنه معلقه واحده نص كيلو سمنه نص كيلو سمنه على كيلو دقيق سمنه بلدي تمام ومعلقه خميره عيد ومعلقه خميره ومعلقه ريحه الكحك ومعلقه سمسم ونص كوبايه او كوبايه الا ربع لبن ويتعجن وتسيبيه بقى يرتاح شويه وعلى رواقه بقى كده يتقطع بقى كور صغيره كده ولازم بالمنقاش ما بعملوش بالبصمه بتاعت الكحك دي بالمنقاش المنقاش يا صبري ايوب قلب مين هيصبري روقان روقان بقى روقان روقان انا بالمنقاش دي ما شفتهاش من زمان قوي من وقت هي دي هو دي بقى الحاجات الحلوه يعني جدتي ومامتي الله يرحمهم كانوا بيعملوا بالمنقاش فعلا بس دي حاجه تعمل كده عظمه كده وعلى رواقه كده يعني بس خلاص كده بقى احنا ايه نكفي كمان فنانة الجميل هاني شنودة كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد يا رب ان شاء الله افتكر اتباعا الحبايب كتير او المصريين كتير جدا كل سنة وكلهم طيبين يعني من غير حصر ولا عد الاسماء يعني دايما بخير يا رب طبعا خلاص كده احنا حطينا بقى الفحم عليها حط لها نقطة من نفس الزبدة اللي انت عاملة بيها أوكي. على الفحمه لازم تقطعي على الفحمه عليها. عشان تبقى ريحه حلوه اه عشان تبقى كده ريحه ونقفل حلوة. عليها خلاص نجم الطب الكبير المصري العالمي الكبير دكتور مجدي يعقوب كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد طب انت بتفضلي قافله عليها كده بس عبال ما تاخد لمده قد ايه دخنه كده مفيش خمس دقايق مثلا خمس دقايق بالفحمه كده وهي بتستوي برضو في الفتره دي لا خلاص بتكوني طفيتي سواء ايوه بس الحراره دي ما بتزودش سواها شويه لا ما فيش حاجه ولا اي حاجه بصي بصي طب انت في انت بتعملي الكحك ده في العيد بتعملي كحك بس ولا كحك وبسكوت لا بعمل بسكوت انا بحب البسكوت بعمل كحك وبعمل بسكوت انا عندي اعتقاد ان البسكوت دايما اخف من الكحك مش ده اعتقاد مظبوط بيتعمل بالزبده ايوه لا بس اخف 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 من الكحك ومن الغريبه الغريبه لا الغريبه طبعا بتتعمل بسمنه صافي يعني زبده وسكر وكده يا نعمه يا غريبه في اغنيه اسمها كده الكفته شكلها تحفه شكلها حلو فعلا يعني بصي بقى ريحتها وشكلها بتبقى جميله بقى الصراحه طبعا عايزه اقول لك نقش صينيه كحك زي اللي انت حضرتك جايبها لنا دي ياخد وقت قد ايه تاخد وقت قد ايه 10 دقايق ايه 10 دقايق بس 10 دقايق تنقش الكحكه الواحده ولا المجموعه لا المجموعه عشان الواحده 10 دقايق انت بتعملي كده وبتحطيها بجد هو بقى ده اسهل حاجه بقى مطبخ الستات سهل وسريع دول الناس الشاطره يعني الناس اللي زي حالاتنا كده نص نص اجيب لك بقى احطه هنا ولا احطه لك هيقعدوا ياخدوا وقت طويل احطها هنا دايما المطبخ بيبقى سهل وسريع يعني الناس مفكره ان اي حاجه في المطبخ بتبقى صعبه لا مفيش حاجه صعبه ولا لا مفيش حاجه صعبه على الشاطرين لكن لكن على اللي بيحاولوا او على المبتدئين او على اللي مش عارفين المبتدئين بس لو تابعونا مطبخ الستات هنا بقى وقناه النهار كل حاجه تلاقيها سهله وسريعه وجميله اكيد اكيد كل سنه وانت طيبه انا ممكن ادوق حته كحك صغيره خالص بس اعملي لي السكر اللي عليها طيب يعني خليها خاليه السكر نكتفي بال تمام بما فيها من خيرات لكن يعني اي على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك الكحك لا لا دي واحده بس واحده صغيره بس ايوه ان ننضفها كويس لا دي مش هتدوقي لا دي مش متنضفه كويس كده نضفيها كويس تطلعي كل السكر اللي عليها
ونشوف. طب مش هتدوقي الفتة؟ حلو. على رأي الشيف شيف قناة النهار الجميلة مروة تقول لك خطيرة، فدي خطيرة. تسلم ايدك بالهنا والشفا. لازم تدوقي الكفتة طيب والموزة ممكن ابقى ادوق حتة موزة اعمل لك طبق. طيب ربنا يخليكي وتسلم ايديكي، وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وكل الله. سنة ومصر بخير، وكل سنة وكلكم بألف خير يا رب، محبة وسلام وخير على مصر كلها، ودايما دايما في أحلى صحة وفي أحلى خير لمصر ولينا كلنا. يوم جديد بكرة إن شاء الله نشوفكم على خير. شكرا، إلى اللقاء.